لاحق ديال النقطه ا بيتي بي لاحق ديال النقطه بي بيتي سي لاحق ديال النقطه سي بيتا نقول لك النقطه تتكون ماجيسكول اه غير واش خليها داكشي سير ممتاز جا السؤال الاول ما عطتكمش كل لاحق شحال تيسوى رد البال الا رد البال ما عطتكمش كل لاحق شحال تيسوى عطيتكم ا ناقص بي على سي ناقص بي شحال تتسوى قال لك بين ان المسافه جوج ا بي تتسوى بي سي فهمنا و بي على جوج هو قياس للزاويه بي سي بي ايه ردوا البال قلت لكم الا سمعت قياس الزاويه اش خصني ندير الشكل المثلثي باش نلقى العمده مزيان لدينا اش ها المعطى اللي عندنا في التمرين هذا هو المعطى الوحيد اللي عندنا هذا المعطى اش يقول لك عندنا بوتيتا ناقص بها في القسم تيسوى واحد على جوج اي غير خصنا الشكل المثلثي هذا المثال واش تعرفوا الشكل المثلثي ديالو ولا لا وا تخيلي صرف نجيب ليه سميتو تخيلي صرف اه بي على جوج واحد على جوج ها هو الشكل المثلثي فهمنا يلا لنحدد اولا قياسا للزاويه اش قلنا من زاويه غتكون الزاويه كاينه بي سي بي ا الزاويه الموجهه بي سي بي ا ردوا البال قلنا شنو هي بي سي بي ا بي سي بي ا توافق اييه بي سي بي ا توافق اش ا الله يعطيك الصحه تحت ا غنديرو كاسر غنديرو اييه سي ناقص بيتي بي وفوق بي ناقص شنو هو بي ا ناقص بي ا ناقص بي بترديد دو بي اشنو هو هذا العدد هذا ماشي هو هذا هو هذاك اشنو هو لارك ديالو لارك ديالو هو بي على جوج بي على جوج ديريكت يوافق بي على جوج بترديد دو بي وحنا جاوبنا على السؤال الاول تفهمنا ديك الجمله بس بين نج المسافه بان اجي اي دابا درتي لاك ها هو قلنا لي نحدد اولا قلنا هي الاخرى ماشي مشكل حيت اصلا درنا الشكل المثلثي راه فيه كلشي ردوا البال لنبين ان جوج ا بي تساوي جوج ا بي تساوي بي سي كيفاش غندير هادو مسافات المسافات فاش خصني نفكر المسافه فاش خصني نفكر المعيار 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 إذا سمعت المسافة هذه المسافة ا بي المسافة بي سي ها هي المسافة ا بي هو المعيار ديال هذا والمسافة بي سي هو المعيار ديال سي ناقص بي يعني اش ا ناقص بي يعني هذه رجعنا لهنا لهذا العدد العقدي اش هو المعيار ديالو قلنا هو واحد على جوج واحد على جوج فهمنا لدينا معيار ا ناقص بي على سي ناقص بي هو شحال واحد على جوج واحد على جوج ها هو المعيار صافي يكافئ قلنا المعيار ديال الكسره اش تندير المعيار ديال البسط على المعيار ديال المقام على المعيار ديال المقام تيسوى واحد على جوج اشنو هو المعيار ديال ا ناقص بي شيني هو المسافه المسافه ا بي وشنو اشنو هو المعيار ديال سي ناقص بي هو المسافه بي سي تتساوي واحد على جوج غادي نضرب بي سي في واحد وجوج في ا بي دونك جوج ا بي صافي طلعت ايرور بي سي وحنا جاوبنا طبيعه السفيزه هادو مهمين مهمين ثانيا طبيعه المثلث فين تقرر دابا انت استاذ 5 ولا 5 5 ماشي تقرر وير باك واضح هادشي بغينا طبيعه المثلث شوفوا عقلوا لها طبيعه المثلث عندنا اش ا ناقص بي على سي ناقص بي شحال تساوي 1 على 2 بي على 2 شحال هو قياس الزاويه اسمع 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 شحال لقينا في قياس ديال الزاويه بي ا بي سي بي ا بي على شحال هو بي على جوج هنايا 90 درجه 90 درجه دونك كيدير الزاويه كيدير المثلث ا بي سي قائم زاويه فين في بي تتعاود ضرب هنا يلا تلو ان شاء الله فك حسب ما سبق السلام عليكم نحيد لك هذيك اللوحه بي ا ميداليه الذهبيه بي سي بي ا الزاويه بي سي بي ا قلنا يا اش هي توافق بي على جوج على جوج ترجيد دو بي اذا ا بي سي مالو مثلث اسكت ناس لا 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 ماشي قائم الزاويه فين في بي ايوا انا صافي اه شفنا هذا الشيء